بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. عندما خرج الفيلسوف الإغريقي ديجونيس بمصباح في وضح النهار يبحث عن الحقيقة والإنسان، هل كان يقصد ما نعيشه الآن؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 754 يستهلها المهندس عدلي بداية فلسفية باحثة. يعني من كتر حجم واختلاط أوراق الحقيقة بالكذب والوهم واختلاق المواقف، وعلى فكرة كده مش انك تكذب وبس، انك تسكت لما تسمع حاجة غلط، انك تخفي شيء حقيقي. يعني انت لو واحد قالك يا دكتور وانت مش دكتور وسكت وابتسمت، انت كذاب او انا كذاب. الكذب يبدأ من انك توافق على معلومة غير حقيقية ان تتاح لها فرصة الانتشار وان الناس تتلقفها. احنا عايشين يا استاذ ابراهيم كل كلمة بيتم تحريفها، كل حقيقة بيتم اخفائها ويتم القفز عليها، ثم يتم التوجيه الى ما يريده اصحاب هؤلاء الذين يعني خرج من اجلهم ديجونيس. يعني المشهد انا والله بقيت شايف كده، ان انا هو في حد بيدور على الحقيقة دلوقتي في الشارع؟ ده كلام مهم جدا في حلقة هتبحث في الكثير، هنفضل ماسكين الفانوس وبندور على الحقيقة طوال حلقة الليلة التي هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا، لا يا حبيب قلبي. الغربال كله ماشي من الأهلي، وبعظمة لسانه تاهت ولقيناها، والشموع الحمراء عن النبيل إسماعيل داود، وفي أسرار الملك سلوك يعيش دائما، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة يا جماعة،